السلام عليكم ورحمة الله. متتبعي الكرام، اليوم غادي نقدم لكم واحد الحشوة رائعة ولذيذة، المسمن ولا الرغايف، ويمكن لنا نعمرو بها الحريشات الصغار أيضا والبطبوط أيضا. هاد الوصفة بطبيعة الحال المقادير ديالها اللي غنحتاجو فيها هما كالآتي: غادي نحتاجو الكبدة ديال الديك الرومي اللي قطعتها قطع صغيرة جدا، هنايا 200 غرام. غنحتاجو فيها كخضر حبة ديال بصل كبيرة او جوج حبات متوسطة الحجم مشلضين جيدا، حبة ديال الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر الحلو بطبيعة الحال تهم قطعتهم رقاق، وهنا عندنا جوج حبات متوسطة الحجم ديال الجزر وجوج حبات ديال القرع متوسطين الحجم، القرع الاخضر بطبيعة الحال. كيف ما كتشوفوها هما رقاق جدا، باش ملي نبغيو نعمرو بهم الرغيف او المسمن ديالنا او البطبوط يكون كيف التعمار ساهلين وما يتقطعوش لينا. بالنسبة للمعدنوس والقزبر، هنايا خديت نصف ربطة من المعدنوس ونصف ربطة من القزبر اللي قطعتهم رقيق ايضا. عندنا هنا 80 غرام ديال الزيتون الاسود المنزوع العظم واللي مقطع على شكل دوائر، مازال غادي نقطعو حتى هو رقيق. عندنا قطعة من الزنجبيل طري تقريبا 4 سنتيمتر اللي قطعتها، اللي تكون بالسمك ديال الصبع ديالنا السبابة، عفوا الابهام، وقطعتها وحكيتها جيدا. وهنايا عندنا 5 ديال الحبات ديال الثوم المفروم او 5 الدروس. بالنسبة للتوابل ديالنا، عندنا هنايا ملعقة صغيرة خرقوم بلدي او كركما، هنايا تقريبا قل من نصف ملعقة صغيرة ابزار، وعندنا هنايا ربع ملعقة صغيرة سودانية حارة او فلفل حار مطحون، ملعقة كبيرة بابريكا او فلفل حلو، ملعقة كبيرة كمون، وهنايا بطبيعة الحال عندنا كإضافة لبغيتو نصف ملعقة صغيرة ديال الزعتر مطحون، والملح اللي كيبقى حسب الذوق، والخليع عندي هنايا غير هذا ديالته الزبدة ديالو او عفوا الزيت ديال الخليع اللي عندي هنا، غادي نحضرو به ايضا الوصفة ديالنا. تقريبا غادي نديرو شي 3 ديال المعلقات حتى 4، وغادي نضيفو عليهم واحد الملعقة او جوج ديال المعالق ديال زيت الزيتون، على حساب ملي غنكونو كنطهيو غيبان لينا واش خصنا ليدام ولا لا. نمروا الان الطريقة ديال التحضير، من ساليو من الحشوة عاد غادي نمروا للتحضير ديال العجينة ديال الرغيف ديالنا. بركة الله كنوضعوا الزيت ديال الخليع، بالنسبه للزيت الزيتون غادي نضيفوه حتى الاخير حتى يطهو لينا جميع العناصر، وغادي نضيفو القليل من زيت الزيتون كيف ما ذكرنا ملعقه او ملعقتين. الان من بعد ما داب لينا نبداو معاه صافي بحال كيبدا يطرطق، نشحروا البصله ديالنا تقريبا واحد ربعة حتى الخمسة ديال الدقائق، عاد غادي نضيفوا الفلفل الاخضر والاحمر يتقلاو مع بعضها باش نضيفوا التوابل. ها هي البصله او البصل ديالنا دبلات، غادي نضيفوا الثوم، ونضيفوا الفلفلة خضراء وحمراء،
بعد مرور 4 دقائق اخرى غادي نضيفوا الان الكبدة ديالنا اللي قطعتها قطع صغيرة جدا. نمشوها جيدا ونضيفوا الان التوابل ديالنا، وبطبيعة الحال غادي نضيفوا الخضار المتبقية اللي هما الجزر والقرع الأخضر. نمزجو جيدا، عاد غادي نضيفو الجزر والقرع الاحمر، وبطبيعة الحال كيف ما ذكرت لكم كنشوفو واش خاصنا الزيت ونضيفو معلقة ونخليو معلقة الاخر تعطينا طيبة ديال زيت الزيتون. نضفنا ملعقة زيت زيتون، نعيدو نحركو جيدا ما بقى والو ونكملو عملية الطهي. الآن غادي نضيفو الزيتون أسود من بعد ما عاود قطعته، نخليه يطهى لواحد المدة ديال دقيقتين ونضيفو المعدنوس ديالنا ونخليوه عاوتاني يطهى لمدة ديال دقيقتين، ونعاودو نطفيو عليه الغاز ونخليوه يبرد على جنب، نضيفو معدنوس وكزبر نضيفو الآن قليل من زيت الزيتون، نحركو ونفيو على الشرمولة ديالنا او الحشوة ديالنا الغاز ونوضعوها على جنب تبرد، ونباشرو في عملية تحضير العجين ديال الرغيف او المسمن.